أهلا غدي، أهلا جينيفر. الله هو مصدر كل المواهب، واليوم راح نكون بأحدى بيوت في بغداد وراح نقابل الموهبة فهد، فخلوكم ويانا. احنا نعرف انه آلة الكمان صعبة، فانت هل واجهت صعوبة بتعلمها؟ اي طبعا، لان آلة الكمان هي صعبة اول شي، بس من تحبها وتكون تتمرن هواية بيها هتحسها سهلة. زين، انت شنو طموحك ويا آلة الكمان؟ طموحي اني اصير عازف بالسيمفونية واني اخدم الرب بآلة الكمان. عمر انه صغير واحد يتعلم هو شيء زين، وبنفس الوقت صعب، يحتاج لتدريب، الى تركيز، يعني تدريب 5 ساعات او اكثر باليوم. فهد انا بالبداية اختبرته، لازم هو كل عازف مو الا الكمان، اي آلة انه لازم تختبره، يعني تشوف اذنه. هاي لقيت بيه موهبة وبديت اشتغل وياه، طبعا من الصفر كلش، بديت اشتغل وياه على النوتات في البداية ونظريات، وهاي بدينا شفت ده يتطور. أنا انتبهت على فهد من خلال صوته بالبداية، كان يرنم وياي، أنا سمعته مرة مرتين يعني يرنم وسجل ترانيم، بعدين هو اختار آلة الكمان، يعني هو كان اختياره. لذلك أنا أريد أكد على شغلة جدا مهمة، مهم جدا إنه ننتبه على مواهب أطفالنا، لأن كل طفل أكيد عنده موهبة، وهاي الموهبة راح تكون إذا إحنا صقلناها وإذا إحنا دعمناها راح تكون بالضبط هي مجال خدمة لهذا الطفل عندما يكبر، خدمة للرب من خلال هاي الموهبة. مثل ما شفتوا أصدقائي، كل واحد عنده بداخله موهبة، المهم يكتشفها وينميها ويطورها. نرجع لكم للاستوديو غالي وجينيفر، مع السلامة.